صحيت جعان قوي فقررت اعمل فطار، جبت بينات باتر. جبت عيش وقطعته وحطيته في الميكرويف لحد ما بقى شكله كده، وحطيت فيه بينات باتر، وجبت عسل وسخنته في الميكرويف عشان يبقى سايح، وقلبته مع البينات باتر عشان يندمج، وكده جاهز. وبون ابيتي، احلى بينات باتر. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه صباح الخير، لسه صاحي ويلا نفطر. النهارده فطار مختلف جدا. بس طبعا عندنا اهم حاجه وهي البينات باتر. اقسم بالله ممتاز. وبتفرج على حبة دارك دلوقتي. شد الجوانة محمد ودعي لي ربنا ياخدني. والنبي محمد دعي لي ربنا ياخدنا محمد. اصل انا ماليش في الانتحار والله العظيم. بينا بقر؟ اسمهاش كده، اسمها بينا بقر. طيب يا سيدي شكرا.